كتفي ومفاصله، مفصل الكتف مكون من ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مفصل الكتف من المفاصل المهمة جدا والحركية جدا في جسم الإنسان، لأن طبعا أنا طول الوقت لما بتحرك بحرك إيدي سواء لفوق لأعلى أو لأسفل لجوه أو لبره، دايما بعتمد على حركة الكتف. مش بس بعتمد على حركة الرزق أو المرفق، حركة الكتف مهمة جدا. فالمفصل ده بيعتبر من المفاصل الحركية، هو شكل بتاعه شكل بيضاوي دائري، فحركته بتبقى زايدة شوية عن مفاصل، يعني أغلب مفاصل الجسم في مفاصل منها وفي مفاصل منها متحركة بنسب معينة، ولكن مفصل الكتف من المفاصل اللي حركتها يعني دائرية سيركلر. فبنهتم جدا إن احنا ما يحصلش عندنا فيه أي مشكلة لا قدر الله، بحيث إنها ما تأثرش على حياتي اليومية سواء في شيل أو في حركة أو حتى في نوم. كويس، تمام. الكتف بيتكون عموما زي كل مفصل في جسم الإنسان، هنشرح الماكت بتاعنا من عظام وعضلات وأوتار. تمام. العظام دي عظمة الهيومرس اللي هي عظمة العضد، ودي عظمة الاسكابولا اللي هي لوح الكتف، ودي عظمة الكلافيكل اللي هي الترقوة. كويس. عندنا مفصلين، الشولدر جوينت اللي هو مفصل الكتف، والايسي جوينت اللي هو المفصل العلوي ده اللي هو ما بين عظمة الترقوة وعظمة لوح الكتف. تمام. الأوتار اللي ما بين كل عظمة وعظمة زي ما حضراتكم شايفين كده، العظمة دي والعظمة دي بينهم وبين بعض وتر موصلهم ببعض، العظمة دي والعظمة دي بينهم وبين بعض وتر موصلهم ببعض. العضلات هي الجزء الكبير ده اللي هو بيحمي المفاصل أو بيحمي الأجزاء دي من لا قدر الله الضعف أو الخلع أو كذا. فكل عضلة ليها وتر، يعني العضلة الكبيرة الموجودة مثلا في أسفل العظمة دي بتمسك في الرأس العظمية دي بوتر صغير كده يثبتها في المكان. فأي مشكلة هتحصل سواء في الوتر ده أو الوتر ده أو الوتر ده أو لا قدر الله في العضلة دي، بيؤثر بشكل كبير جدا على مفصل الكتف بشكل عام. كويس.